ايوا قول لهم انا شنو دريت ولا قضيها بعد المرات وكضر انا الموقف كنقول ربما مسكينه مع الصغير مع الوليدات مع لي جيمو ماشي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كنتمنى من الله عز وجل على أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناة بشرة شانيل اللي هي قناتي وقناتكم، ولا كنت أول مرة كتشاهدوا قناتكم نقول لكم مرحبا ألف مرحبا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد، طبعا فضلا منكم وليس أمرا، وما تنسونيش من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع اللي دائما كتشجعني. بونجور صافا شخباركم؟ كيما دوزي لا تاع الصباح درا جينا ندوزو ماما تكبر الناس في الجامعة، كاين شي عندنا الوقت كيف بعد المرات كنبقاو ندابزو عطينا غير المدابزو. لا ندابكو وليت قبيحه فاش ولدت ياكي قالت لي اه وليت قبيحه ماما. ماشي عليك والله ما نكذب عليك، ملي ولدتي شويه ما عرفتش علاش وليتي كتعصبي كنضر انا الموقف كنقول ربما مسكينه مع الصغير مع الوليدات مع لي جيمو ماشي سهله، غيكون في العون الله يسمح لينا والوالدين الله يسمح لنا والله يرضي على بنيتي حبيبتي امين. ما شاء الله الله يحفظها ويطول لها في عمرها ويحفظ لكم حتى نتوما والديكم ويطول لهم في عمرهم واللي توفوا لي والديه الله يرحمهم ليه. شكرا لكم خوتي على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.